احبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد حميد وده موتوريستا. النهارده هنتكلم عن الفيراري كاليفورنيا. بصراحه انا ما كنتش عامل حسابي ان انا اصور، انا كنت ماشي في شارع الطيران في مدينه نصر ولقيت العربيه واقفه، فما رضيتش اسيب العربيه غير لما اصورها واجيب لكم معلومات عنها. الحلقه دي كانت معموله من قبل كده طبعا، قبل فتره الحظر وبتاع، لكن انا بستغل فتره الحظر وبطلع كل الفيديوهات اللي انا عملتها القديمه عشان خاطر احطها قدامكم وادينا نسلي بعض بدل الملل اللي احنا قاعدين فيه. ستيت هوم، خليكم في امان وتابعوا الحلقه. يلا بينا. دي فيراري كاليفورنيا موديل 2010. شركة فيراري أول ما حبت تعمل عربية جراند تورر أو جي تي وفي نفس الوقت كونفرتبل وسوبر كار، عملت الفيراري كاليفورنيا دي. الفيراري كاليفورنيا ما لقتش ترحيب كويس أول ما نزلت. ناس كتير من المعجبين بالماركة الشهيرة دي كانوا بيقولوا إن شركة فيراري هتخسر بسببها، كانوا بيقولوا إن الشركة بترخص من نفسها وإنها عملت عربية ما تشبهش الفيراري أصلاً، لأنها تعتبر أصغر فيراري حجماً وأخف وزناً وأضعف موتوراً وكمان أقل سعراً. تصميمها مش حلو قوي زي بقية طرزات فيراري المعروفة، لكنه مش وحش برضو. هي عربية فيراري أصلية فيها كل الحاجات اللي بنحبها في الفيراري، لكن تقدر تقول كده دي أقل حاجة في الفيراري. أنا وأكيد أنتم وناس كتير بتحب ماركة فيراري أصلاً جداً، بحكم اننا شفناها كتير في افلام الاكشن ولعبنا بيها كتير في نيد فور سبيد وجراند توريزمو او في جيمز كتير كان فيها الفيراري احسن عربيه ممكن تستخدمها وتكسب بيها. حاجات كتيره جدا بنحبها في الفيراري عامه: سرعتها، قوتها، وحتى صوت الكلاكس المميز بتاعها. كل ده موجود في فيراري كاليفورنيا واكتر. اللحظة الحاسمة، تتا، أنا فتحت فيراري. للأسف معرفتش أسوق العربية يوميها عشان خاطر الدنيا كانت زحمة جدا، وأنا كمان ما كنتش مستعد للتسجيل، كنت بصور بالموبايل كده وخلاص. بس خليني أقول لكم على أحلى المميزات وأكتر العيوب اللي باينة في فيراري كاليفورنيا. الفيراري كاليفورنيا كان لازم تحقق معادلة صعبة بإنها تدمج عربية جي تي تعرف تبيعها في السوق في عربية كونفرتبل سوبر كار، وفي نفس الوقت تحافظ على طابع فيراري المميز وأدائها المبهر. علشان كده ظهرت الفيراري كاليفورنيا كأول عربية في تاريخ فيراري بموتور V8 4300 cc امامي وفي تيس دول كلتش اوتوماتيك 7 سرعات. مكان الموتور بقى اللي مميز جدا موجود تقريبا في نص العربيه، فده بيديها ميزه رهيبه جدا في الهاندلنج. المنظومه دي بتدي للعربيه 453 حصان وبيخلوها تطلع من الصفر لل100 في اقل من 4 ثواني وبسرعه قصوى 310 كيلومتر في الساعه، يعني صاروخ متحرك على الارض. وكان لازم تبقى العربيه فيها الليكتشري بقى بتاعت الجي تي، فيها شويه دلع من جوه وتجهيزات مميزه تخليها اكتر من مجرد عربيه رياضيه عاديه، زي الكاسة البلوتوث، سنسور بارك خلفي، واول عربيه فيراري برضو تيجي بسقف متحرك هارد توب بيتقفل ويتفتح في 14 ثانيه بطريقه عبقريه وفي منتهى الشياكه الحقيقه. وبالنسبه بقى لشخصيه فيراري، فالعربيه فيراري فعلا بكل التفاصيل الحلوه اللي بنحبها: العداد الاصفر او الاحمر للار بي ام اللي في النص، والعداد الرياضي المميز للسرعه على اليمين، وشاشه فيها عرض لكل المعلومات عن العربيه في الشمال، وطبعا دركسيون العربيه الرياضي اللي فيه الانوار بتاعه الشافتنج، بالاضافه لنقلات الفتيس الجيرترونيك زي اللي في العربيات الفورمولا 1، وبصمه فيراري المعروفه في زرار ستارت انجن والتحكم في مود السواقه من الدركسيون برضو. جو كده في منتهى الفيراري الصراحه، مع ماتيريال فخم جدا وفي منتهى الشياكه والاناقه. نيجي بقى للعيوب. على عكس ما انت متوقع، اللمبتين اللي ورا الكبار دولت مش هم انوار الفرامل، الانوار اللي تحت دول هم اللي بينوروا في الفرامل. وده حصل لان الشركه بعد ما صممت شكل العربيه المبدئي وكانوا بيعملوا التعديلات النهائيه عليها، اكتشفوا ان ما ينفعش يبقى انوار الفرامل في مكان متحرك من التصميم، ومكان الشنطه هنا بيتحرك مع السقف طبعا، وكان لازم يلاقوا حل سريع ويعوضوا مكان انوار الفرامل في الجزء اللي تحت ده. فحصلت الخلطبيطه اللي انتم شايفينها دي. المساحات من جوه ضيقه حبتين، بس معلش مش عارف، يمكن انا اللي مش رياضي، يعني هي العربيه رياضيه وانا اللي مش رياضي، يمكن انا اللي جسمي مش مناسب ان انا اجيب عربيه فيراري. فالعربيه حلوه جدا جدا طبعا، بس انا
مش هشتريها. الكنبه اللي ورا ملهاش لازمه تقريبا، واصلا مساحه القعده في الكرسي اللي ورا مش مناسبه بكل المقاييس. هي معموله عشان تاخد شنطه صغيره او كرسي البيبي او حاجات للنادي، لكن مش لبني ادم طبيعي بالغ يعرف يقعد فيها. مفيش مساحات مناسبه ابدا للراس او الاقدام هنا، ولو انهم حاطين مخدع صغير في النص ورسمه الكرسي معموله كانها لشخص ممكن يقعد، لكن ده مستحيل، خصوصا ان العربيه دي من ورا فيها حاجه اسمها ديبلويبل رول بار. دي بتفتح مع الايرباج لا قدر الله في حاله ان العربيه بتتقلب والسقف مفتوح، وبيطلع منها بسرعه بار تقيل وضخم يستحمل وزن العربيه علشان ما تتقلبش على راس الناس اللي راكبه. وصدقني عمرك ما هتكون مبسوط لو البار ده اتفتح ورا دماغك بعد الشر عليك. يعني ارجو يا جماعه الجروب بتاع فيراري ما يزعلش مني زي ما حصل في جروب العربيات الثانيه كده. ده غير ان الشنطه الخلفيه للعربيه بيتاخد منها مساحه للسقف كبيره شويه، فلو شنطه العربيه مليانه مش هتعرف تفتح السقف. الميكانيزم بتاع السقف واضح جدا بشكل مش لطيف على جنبين الشنطه. الموضوع ده ممكن يخلي السقف قابل للاعطال الكتير لو اتخبط منه جزء مثلا، او حاجه حصلت له وانت بتدخل او بتخرج متعلقاتك من الشنطه. كمان الانفوتينمنت سيستم بتاع العربيه من جوه هو بالظبط بتاع الكرايسلر، تقريبا نفس الكاسيت اللي موجود في الجيب كرايسلر فتره بتاعه 2010 دي، بس على لون فضي وبلوجو فراري كبير كده من فوق. ممكن حاجه زي دي نعديها لو في عربيه صيني، لكن معلش يا جماعه انا راكب عربيه فراري يعني، وحقي ان يكون عندي سيستم متطور ومختلف عن باقي العربيات التانية العاديه. عموما العربيه مش لغرض انها تبقى عربيه عمليه وقليله الاعطال، انما فراري كاليفورنيا هي عربيه فعلا قدرت تدمج ما بين العربيه الجي تي والكومفورتبل والسوبر كار في عربيه واحده بمنتهى الرفاهيه والدلع والبرستيج اللي بيرسم شخصيه صاحبها. فيها قوه موتور وسحب تخليك مبسوط غصب عنك وانت راكب جواها، وبتخليك في مكانه انت فعلا تستحقها. انت لو معاك العربيه دي فانت هيجيلك احساس ان انت جيمس بوند في نفسك قوي. انت اكيد حد شغال في السي اي اي او حاجه مهمه جدا، وعربيه زي دي بتنزل وبعدين تقفلها وتدوس على زرار يفجر اي حاجه حواليك هنا. يعني العربيه ساعه التصوير كانت موجوده في معرض الطيران اللي في شارع الطيران في مدينه نصر. ارقام التليفونات بتاعه البايع هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان خاطر تشوف الحلقات اللي جايه بعد كده. مفيش مشكله لو بصيت بس على الحلقات اللي فاتت قبل كده، وبقى تابع القناه الثانيه لو عجبتك، هتلاقي اللينك بتاعها موجود حواليا دلوقتي كده. و السلام عليكم.